السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في شركة تطوير للخدمات التعليمية، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسلام. اليوم عندنا درس للمرحلة المتوسطة الصف الثاني، الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات، وهو بعنوان المضلعات والزوايا. في هذا الدرس سوف نتعرف على الزوايا الداخلية لمضلع، وأيضا إيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لهذا المضلع، بالإضافة إلى إيجاد قياس الزاوية الداخلية الواحدة لمضلع منتظم. أولا، ما هي الزاوية الداخلية؟ هي الزاوية المحصورة بين ضلعين متجاورين في مضلع وتقع داخله. عندي ثلاثة مضلعات، ما هي الزوايا الداخلية؟ في المضلع الأول اللي هو مثلث، كم زاوية داخلية فيه يا شباب؟ اللي هي ثلاثة، هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة. وفي هذا المستطيل عندي أربع زوايا داخلية، هذه زاوية وهذه زاوية وهذه زاوية وهذه زاوية. وفي هذا الخماسي عندي كم زاوية؟ أيضا خمسة زوايا داخلية، هذه واحدة، هذه اثنين، ثلاثة، أربعة، وخمسة. إذا هذه جميعها نسميها زوايا داخلية. طيب، كيف نوجد مجموع هذه الزوايا الداخلية؟ يعني المثلث كان عندي ثلاث زوايا، المستطيل أربعة، الخماسي خمسة. عندنا قاعدة بسيطة جدا تساعدني في إيجاد مجموع الزوايا هذه كاملة، اللي هي الزوايا الداخلية. مجموع قياسات الزاوية الداخلية نرمز لها بالرمز جيم لمضلع هو نون ناقص اثنين مضروب في 180. طيب نون وش يعني يا أستاذ؟ نون تمثل عدد الأضلاع، يعني إذا كان عندي مثلث نحط مكان النون كم؟ ثلاثة، لأنه ثلاث أضلاع. إذا كان عندي خماسي نحط مكان النون كم؟ خمسة، لأنه خمس أضلاع. إذا كان سباعي سبعة، وإلى آخره. وبالرموز لازم نحفظ يا شباب، جيم تساوي نون ناقص اثنين ضرب 180. طيب خلينا نشوف هذا المثال. أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع العشاري. يعني إيش مضلع عشاري؟ المكون من 10 أضلاع. عند مضلع فيه 10 أضلاع، كيف أعرف مجموع قياسات الزوايا لداخل هذا المضلع كاملة؟ إذن بكل بساطة نستخدم القانون اللي أخذناه، جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 180. أول خطوة نعوض مكان النون بكم؟ أحسنتم، بعشرة. ليش؟ لأنه عندي 10 أضلاع. إذن تصير المسألة جيم تساوي 10 ناقص 2 ضرب 180. الخطوة اللي بعدها، أول شيء نسوي اللي بين الأقواس، 10 ناقص 2 كم يا شباب؟ أحسنتم، 8، مضروبة في كم؟ في 180. نضربها في بعض، كم يطلع الناتج؟ 1440 درجة. إذن كم مجموع قياسات الزوايا اللي داخل المضلع العشاري اللي فيه 10 أضلاع؟ مجموع قياسها كاملة يساوي كم؟ 1440. مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع العشاري هو 1440. إذن جدا الموضوع بسيط ومباشر، نحط القانون، نعوض مكان النون حسب السؤال. عندي عشاري يعني 10، نطرح أول شيء ومن ثم نضرب في 180 يطلع معي الناتج. خلينا نشوف المثال الثاني أو التدريب. أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع السداسي. سداسي يعني كم ضلع يا شباب؟ 6 أضلاع، أحسنتم. أول خطوة نضع القانون، جيم تساوي نون ناقص 2 مضروبة في 180. طيب كم نكتب مكان النون؟ أحسنتم، نكتب 6. ليش؟ لأنه عندي 6 أضلاع حسب التدريب. نلاحظ هنا المضلع السداسي، إذن 6 ناقص 2 مضروبة في 180. الخطوة اللي بعدها وش نسوي؟ أول شيء نطرح، 6 ناقص منها 2 كم تساوي؟ 4، مضروبة في كم؟ 180. 4 في 180 كم يساوي؟ 720 درجة. إذن كم مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع سداسي يعني فيه 6 أضلاع؟ هو 720.
قياسات الزوايا الداخلية للمضلع السداسي هو كم؟ 720. إذا أي مضلع في له 6 أضلاع هذا على طول مجموعها يساوي كم؟ 720. طيب، في عندي المضلع المتطابق الأضلاع، ما هو؟ هو الذي جميع أضلاعه متطابقة، يعني كلها لها نفس القياس. طيب، المتطابقة الزوايا تكون جميع زوايا أيضا متطابقة لها نفس القياس. طيب، إذا كان عندي مضلع متطابق الأضلاع ومتطابق الزوايا، وش نسميه؟ نسميه مضلع منتظم. إذا ما هو المضلع المنتظم؟ يسمى المضلع المتطابق الأضلاع والمتطابق الزوايا مضلعا منتظما. يعني مثلا يكون عندي مستطيل، هل المستطيل هذا نقدر عليه نقول عليه مضلع منتظم؟ لا. ليش؟ لأن المستطيل في الطول مختلف عن العرض. لكن مثلا مربع، المربع يعتبر مضلع منتظم. أيضا إذا كان عندي مثلث، إذا كان متطابق الأضلاع وأيضا متطابق الزوايا نقدر نقول عليه مضلع منتظم. أيضا أحيانا في أشكال خماسية سداسية منتظمة، واضح؟ طيب، وبما أن جميع زوايا متطابقة فإن قياساتها متساوية. يعني إذا كان عندي مضلع منتظم فإن جميع الزوايا وش فيها متطابقة لها نفس القياس، واضح؟ شوفوا هذه أمثلة، هذا مثلث متطابق الأضلاع، نلاحظ هذا الضلع عليه خط، وهذا الضلع عليه شرطة أو خط، وهذا الضلع عليه أيضا شرطة، هذا معناته إنه 3 أضلاع وش فيها؟ متطابقة. وأيضا الزوايا هنا قوس وهنا قوس وهنا قوس، معناته الزوايا أيضا متطابقة، يعني الزوايا لها نفس القياس والأضلاع لها أيضا نفس القياس. شوف المربع، أيضا نلاحظ كل ضلع عليه إيش؟ شرطة، يعني أن هذا له نفس القياس. وأيضا الزوايا، كل زوايا عليها علامة التعامد، معناته كلها متساوية. وكم تساوي؟ 90 درجة. عندي خماسي منتظم 5 أضلاع في كل ضلع عليه شرطة، هذا يعني أن جميع الأضلاع متساوية. والزوايا في كل زاوية عليها قوس واحد، يعني جميع الزوايا متساوية أيضا أو متطابقة. والسداسي أيضا نفس الكلام، في كل ضلع عليه شرطة إذا متطابق، والزوايا في كل زاوية عليها قوس واحد يعني لها نفس القياس. هذه جميعها نسميها مضلعات منتظمة. في فرق ما بين المضلع والمضلع المنتظم، واضح؟ طيب، وش نستفيد أستاذ من هذا المضلع المنتظم؟ طيب، خلنا نشوف وش نستفيد من المضلع المنتظم. أوجد قياس الزاوية الداخلية للمربع المنتظم. في المضلع المنتظم نقدر نجيب قياس الزاوية الواحدة. طيب، كيف نجيب قياس الزاوية الداخلية؟ يعني يبغى قياس زاوية واحدة، مو مجموع نفس الأسئلة السابقة، لا، يبغى هنا قياس الزاوية الداخلية الواحدة للمربع المنتظم. خطوتين بسيطتين. أول خطوة، نوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمربع، نفس المسائل السابقة، نستخدم القانون جيم تساوي نون ناقص 2 ضرب 180. الخطوة اللي بعدها، نعوض مكان النون بكم يا شباب؟ بـ4. أحسنتم. ليه؟ لأنه مربع، والمربع فيه 4 أضلاع. 4 ناقص 2 في 180. 4 ناقص 2 كم يا شباب؟ أحسنتم، 2 مضروبة في 180 كم يساوي؟ 360. وش هذه 360؟ هذه 360 هي مجموع قياسات الزوايا الداخلية، كل الزوايا. طيب، أنا أبغى الزاوية الواحدة، وحسب ما أعرف إن المربع منتظم. الخطوة الثانية لإيجاد قياس الزاوية الداخلية للمربع المنتظم، وش نسوي؟ نقسم 360 على كم؟ على 4. ليه؟ لأنه 360 هي كل الزوايا، صح؟ نقسمها على كم؟ على 4، لأنه أنا عندي 4 زوايا وكل زاوية متساوية مع الأخرى، فبالتالي نستخدم القسمة. 360 قسمة 4 يساوي كم؟ 90. إذا خطوتين بسيطتين. إذا طلب منك قياس الزاوية الداخلية، أول خطوة نجيب مجموع القياس الزوايا كلها بهذا القانون، الناتج نقسمه على عدد الأضلاع أو عدد الزوايا، 360
قسمة 4 عليه 4 لأنه مربع. خلينا نشوف هنا، ها قولوا لي وش نسوي الآن؟ الثماني، الثماني يعني 8 أضلاع. أول خطوة نجيب المجموع حق الثماني كله، الناتج نقسمه على كم بعدين؟ على 8. أحسنتم، يلا خلينا نحلها الآن. الخطوة 1، أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للثماني. نبغى نجيب المجموع كله بالقانون اللي أخذناه قبل شوي. جيم تساوي نون ناقص 2 في 180. الآن نحط مكان النون كم؟ أحسنتم، 8، لأنه ثماني. نقول 8 ناقص 2 في 180. الخطوة اللي بعدها 8 ناقص 2 كم؟ 6. 6 في 180 كم تساوي؟ 1080 درجة. إذا الزوايا كلها في الشكل الثماني 1080 درجة. طيب أنا أبغى الزاوية الواحدة فقط الداخلية، إذا نقسم هذا على كم؟ أحسنتم، على 8. الخطوة الثانية لإيجاد قياس الزاوية الداخلية للثماني المنتظم، أقسم 1080 على 8. إذا 1080 قسمة 8 كم يساوي؟ ليش 8 يا شباب؟ أحسنتم، لأنه ثماني. طيب كم الناتج يعطيني؟ 135 درجة. إذا قياس الثماني يساوي 135 درجة. هذا قياس الزاوية الداخلية الواحدة، الزاوية الداخلية الواحدة. إذا قلنا خطوتين بسيطتين. أول خطوة نجيب مجموع الزوايا باستخدام هذا القانون، وإذا جبنا هذا الناتج نقسمه على عدد الزوايا، يعني إذا كان ثماني نقسمه على 8، سداسي على 6، عشاري على 10، وهكذا. طيب أبغاك تكمل معايا هذا الجدول. هذا الجدول في عندي عدد الأضلاع 5، وسوينا مضلع منتظم 5 أضلاع، وقلنا مجموع قياسات الزوايا الخمسة هذه كم كلها؟ 540. السؤال كم قياس الزاوية الداخلية للخماسي؟ كيف نحسبها؟ إذا عندك معلوم إنه القياس الزوايا كلها كم؟ 540. طب كم نجيب؟ كيف نجيب قياس الزاوية الداخلية الواحدة؟ وش نسوي؟ لابد أننا نقسم على كم؟ نقسم على 5. أحسنتم، إذا 540 قسمة 5. ليش قسمة 5 يساوي؟ لأنه هنا عندي عدد الأضلاع كم؟ نلاحظ أنه 5 أضلاع. 540 على 5 كم يساوي؟ 108 درجة. إذا الزاوية الداخلية للخماسي كم؟ 105 108، آسف. ومجموع الزوايا كلها كم؟ 540. طيب عند السداسي هذا، هذا مضلع منتظم كل أضلاعه متساوية لها نفس القياس، وأيضا زواياه وش فيها؟ متطابقة. مجموع القياسات 720. طيب يبغاك توجد قياس الزاوية الداخلية الواحدة، إذا نقسم المجموع على كم؟ أحسنتم، على 6. 720 على 6 كم يساوي إذا قسمناها على بعض؟ يساوي 120. إذا كم قياس الزاوية الداخلية للسداسي؟ هي 120، قسمنا المجموع على 6. وفي الخماسي قسمنا المجموع على كم؟ على 5. إذا بكل بساطة، إذا كنا نبغى نوجد قياس الزاوية الداخلية، خطوتين. أول خطوة نوجد المجموع كله، والخطوة الثانية نقسم على عدد الزوايا. إذا في درسنا لهذا اليوم حق المضلعات والزوايا كان عندنا جزئين. الجزء الأول إن نوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية كلها. قلنا كيف نوجدها؟ باستخدام القانون أو القاعدة نون ناقص 2 ضرب 180، هذه لابد أن تحفظ. طيب نون وش تمثل؟ نون عدد أضلاع المضلع. إذا كان خماسي نحط مكانها 5، سداسي نحط مكان النون 6، سباعي نحط 7، وإلى آخره. طيب أحيانا يجيك أوجد قياس الزاوية الداخلية، انتبه فرق ما بين السؤالين. ممكن السؤال مجموع، إذا شفت كلمة مجموع معناته بس نعوض في هذه القاعدة، لكن إذا كان المطلوب قياس الزاوية الداخلية فهنالك خطوتين. الخطوة الأولى نعوض في القاعدة نون ناقص 2 ضرب 180، والخطوة الثانية الناتج اللي يطلع معانا في الخطوة الأولى نقسم الناتج على عدد الزوايا، يعني إذا كان 5 نقسم على 5، 6 على 6، وإلى آخره.
هذا ما كان لدينا في درس المضلعات والزوايا، نتمنى أنكم قد استفدتم معنا، نراكم بإذن الله في دروس قادمة، نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.